بحال اللي قلت لهم كنقول بان المتهم ما يمكن لك تقول الجريمه ما نقلوش تقول المتهم بها حتى تكون الادانه، واحد الادانه ما كاينه شيء، وحنا السيد بريء يمكن له غدا ان شاء الله يمكن نخرجوه ولا غدا. مابقاش منتظر انه يتم فصل هذا. حنا دابا لافير عند المحامين، بيرود المحاماه اللي مختص في هذه الاشياء هذه اللي شافتونا السفاره. السفارة المغربية كاين مترجمين مغاربة اللي هنا عايشين كانوا هما اللي كترجموا وكنحاولوا، ولكن يمكن نقول لك بأن تقريبا هذه أربع أيام، ما شفنا فيها لا نوم والله، إلا كاين 24 ساعة اللي ما نعسناش. وكنأكد على أن السفير وقفة ديال الرجال، لأن العمل اللي قام به ما خصوش هو اللي يقوم به، خص القنصل. أنا ما كاينش القنصل، قام شي أعمال زعما التدخلات تاعو لا لعند قاضي القضاة ولا هادي، دونك أنا غير باش هادي شهادة باش واش هاد لافير تقريبا تسالي ولا ما كاينش هنا كلمة حق شنو؟ يعني واش كان شي أرونجمون كان شي؟ حنا كنعملوا مع المحامي كنديروا المحاولات كلها اللي يمكن نحلوا بها هذا المشكل هذا في أقرب وقت، لأن كنحس به ماشي مابقاش غير مشكل ديال ذاك اللاعب، مشكل العائلة نتاعو، مشكل المغاربة كلهم، مشكل ديال السمعة ديال المغرب الدراري الوطنية. كنا كنتسناو كنا خايفين من الدوباج، خايفين من هادي. البعثة سواء دايرة الملاكمة ولا البعثة الأخرى كلهم خارجين من النطاق هذا. أنا قلت لك بأنني ملي كندخل هنايا كنبدل، إذا كان في قلبي غصة وفي قلبي مشاكل، ملي كندخل القرية مع الدراري كيحيد داك الشيء كله لصالح الوطن. حنا هنا باش نرفعوا الرايه الوطنيه، ماشي باش نديروا شي حاجه. كان واحد الجو، كنت كنآمن بان لابوكس، كنت كنآمن بثلاثه واربعه ميدال كنشوفهم قدامي في لابوكس، وكنتمنى ان شاء الله ولكن حنا كنعملوا على اساس ان البعثه ما تقاشا، وان المورال ديال الدراري يبقى في المستوى.